اللي كما تعودنا من النادي العائلي دوما هو بيحتفي بعمالقة ومبدعين البلاد. كاميرا قناة النيل الأزرق ومساء جديد تحديدا كانت حاضرة يوم الاثنين الماضي، والزميل مصعب حسونة كان حاضر ونقل لنا الفعاليات دي ونتابع مشاهد من الاحتفال. تحايا المساء السعيد عبر مساء جديد لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق ومحطة جديدة من داخل النادي العائلي. تكريم جميل جدا للأستاذ الفنان القامة عبد العزيز المبارك بتقييمه إدارة النادي العائلي بالتعاون مع شركة جوفيال. تحية لكل مشاهدينا ومع بعض نتابع. حقيقة أنا أول ما سمعت بالوجود المناسبة بادرت بالمسألة بتاعت وجود جوفيال مع أستاذنا عبد العزيز. المسألة طبعا بتكمن في هذا الجيل الأقول المخضرم، الجيل الذي انتقى كل شيء وعبر عن كل الجمال وكل الذوق وكل التطريب عبر أغنياته المختارة المنمقة الحائزة على أعلى درجات من الألحان الجميلة. أهلا وسهلا وبحييكم وبحيي يعني هذه اللفتة البارعة، وأتمنى إنه يعني نكون قدر هذا الاحتفال وهذا التكريم، وبشكر الذين قاموا على هذا التكريم وهذا الاحتفال. المجهود اللي كان يعني يتقدم في مجال الفن السوداني والغنائي كان مجهود مقدر جدا جدا من الفنانين الكبار، ونحن جينا ومشينا في طريقه وقدمنا برضو ما نستطيع، وبنتمنى انه من الاجيال القادمه انه تحو حزو هؤلاء الناس ويقدموا ما يفيد فعلا ويطور الاغنيه السودانيه ويقدمها ويجد القبول عند الناس بشكل كبير وواضح يعني. مبارك يعني كتلة من المشاعر والأحاسيس ومشوار طروب يعني عبر رحلة من السنوات تمددت بين مدني والجزيرة ومدن الجزيرة وبين الخرطوم ثم الاقتراب ثم العودة من جديد. في كل هذه المحطات شكل عبد العزيز عن حضورا طاغيا وحمل يعني اسم الأغنية السودانية ودفع بها إلى الأمام من خلال مشاركات كثيرة، يعني زي ما إذا اتسع المجال إنه نفصلها ونتحدث عنها. فالحقيقة هذه الليلة نفتكر إنها ليلة تستحق إنه الناس يتوقفوا عندها. عبد العزيز مبارك رمزي إبداعي كبير أطل في سماوات الفن السوداني منذ فترة كبيرة وظل يقدم الروائع، والحقيقة شهادتنا فيه مجروحة. عبد العزيز أتى من الجزيرة وهي حاضنة للفن والفنانين، من حواضن الفن الكبيرة في السودان الجزيرة، جاء مشبعا بالشجن والإبداع وغنى كما لم يغني من قبل، تغفى سارة الكاشف ومحمد اللمين وعظماء الجزيرة من الفنانين وأبدع. عبد العزيز غنى كل أغنية من أغانيه تتفوق على الأخرى، غنى لشعراء متعددين أيضا، وأعتقد أن عبد العزيز نجح في أن يعطي لونية خاصة ويتفرد بلونية خاصة ويتميز بلونية خاصة من التطريب ومن الغناء الجميل. الأستاذ عبد العزيز المبارك غني عن التعريف، فنان كبير قدم للفن السوداني كمية من الأغنيات الجميلة وعندنا معه ذكريات كبيرة كثيرة جدا. أنا شخصيا غنى لي في زوايا طبعا. عبد العزيز يعني راجل قدم
الفن السوداني كثير، ونحن يعني نتمنى يعني التكريم يكون في ما في قدر ما أعطى للسودان وفن السودان. يا أسماء يا أسماء يا أسماء يا أسماء.